المنبر الحياة اليومية على تغطيتها لهذه الوقفة الاحتجاجية ولهذا الشكل النضالي الذي تواجدنا فيه وتواجدت التنسيقية من أجل التعبير عن موقف فئة المساعدين التقنيين والإداريين سابقا والمساعدين التربويين حاليا. هذه الفئة التي دائما تعاني داخل وزارة التربية الوطنية وباقي المؤسسات التابعة لها. هذه الفئة التي تسند إليها كثير من المهام وكثير من المسؤوليات لكنها لم تنصف منذ أن وظفت إلى الآن. فلنا مطالب عديدة نرفعها دائما إلى وزارة التربية الوطنية وإلى الشركاء المعنيون بالحوار معها، إلا أننا لم نحقق أي مطلب في هذه الحوارات وفي هذا النظام الأساسي الجديد. هذا النظام الأساسي الجديد الذي خيب آمال الفئة، حيث كانت تنتظر الفئة منه الشيء الكثير لكن لم يأتي بأي جديد، فتم إدماجنا بالتسمية فقط. تم يعني تغيير اسمنا من مساعد تقني وإداري إلى مساعد تربوي لكن دون تحقيق المطالب ديالنا، ومن بينها الإدماج في السلم التاسع منذ بأثر رجعي من 2016 إلى الآن، كذلك احتساب السنوات المقرصنة قبل الترسيم في الأكاديمية العامة، كذلك فتح باب الترقي بالشهادة، أيضا تحديد المهام والقطع مع ازدواجيتها. كما هو معلوم للرأي العام أن المساعد التقني والإداري كان يشتغل 24 ساعة، وهذه مهزلة في المغرب أن موظف يشتغل 24/24، يعني ملي كيعطيو واحد السكن كيقولوا السكن مقابل المهام فهو يشتغل ليل نهار، وهذا يعني جرم، وهذا يعني واحد العمل لا حقوقي ولا إنساني ارتكب في حق فئة المساعدين إذا والتقنيين ومساعد التربويين حاليين. لذلك نقول للحكومة وللوزارة فالتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين لا زالت مستمرة في نضالتها إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة والتي ذكرنا جزءا منها سابقا، وسنستمر في النضال ما دامت الوزارة لم تستجب لمطالبنا، ونحملها كامل المسؤولية عن أعمال تصعيدية ستقدم عليها التنسيقية. وإذا ما تعرض أعضاء التنسيقية لأي مكروه فإن كل يعني فعل أو كل قمع تعرضت له التنسيقية سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة. أحيانا نتساءل في هذا البلد هل نحن مواطنين بكامل حقوقنا أم يعني أم لنا نحن يعني نتعرض لتمييز سلبي، نتعرض لعنصرية، لم نحي التشريعات، لم نحي القوانين، لم نحي معاملة المسؤولين داخل إدارات معاد فئة. هذه الفئة التي تتقاضى أقل أجر داخل الإدارة العمومية أو داخل وزارة التربية الوطنية لكنها تتقاضى أقل أجر، تشتغل كثيرا ويعني أجورها هزيلة جدا. تحية المنبر الإعلامي الحياة اليومية. هذه الوقفة جسدناها كباقي الوقفات والاحتجاجات المسترسلة في الوضع الذي الوضع المزري اللي كيعيشوا التعليم حاليا، وخصوصا المساعدين التقنيين، لأن المساعدين التقنيين يعيشوا الحيف والتمييز داخل وزارة التربية الوطنية، لأن ما كتاخذش المطالب ديالهم بعين الاعتبار وما كيتمش الإدماج ديالهم بالشكل المستوى المطلوب، الشكل المطلوب ما كيتمش الإدماج ديالهم بالشكل المطلوب، لأن تم الإدماج ديالنا كنا كننتظروا هذا النظام الأساسي باش يتم الإدماج ديالنا بواحد الشكل اللي هو يحترم الكرامة ديالنا، لكن للأسف ملي جا النظام الأساسي جا كله مشبوه بالعقوبات بالمهام لهذا، ما احترمش الوضعية ديالنا، زيادة هازلة لهاد المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، مع العلم أنه الدخل محدود والمعيشة دابا الآن المعيشة ارتفاع ديال المعيشة تقريبا ارتفاع يومي، ولا يمكن أنه المساعد الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3500 درهم أنه يقدر يغطي المصاريف اليومية. تحية نضالية، تحية النضال والصمود. حنا هنا جينا كنحتجوا وكنسنكروا
وكنبلغوا الرساله ديالنا للسيد رئيس الحكومه والسيد وزير التربيه الوطنيه والممثلين النقابيين اللي جالسين في الحوار لمناقشه الملف ديال النساء ورجال التعليم. حنا هنا كمساعدين تربويين ومساعدات تربويات جاو هنا كيحتجوا على الاوضاع المزريه منذ عشرات السنين، وهاد الفئتين يعيشون العمرين تجاه الاوضاع ديالهم المزريه الماديه والاداريه المتمثله منذ 2014. ونحن ننادي ونناضل بوقفات بوقفات احتجاجيه ومسيرات وطنيه من اجل النظر لهذ الفئتين والانصاف ديالهم. كيف يعقل نحن في مغرب 2023 ولا زال الموظف اللي كيقوم بعده مهامات لا تحصى ب 3500 درهم المخير فينا، المخير اللي كيقول انا وانا غرق كريديات وصلوا والوزارات الماليه راه شايفه هذا الشيء هذا بعينيها، المخير فيه كتبقى له 1500 درهم حتى ل 2000 درهم. من اجل ماذا؟ من اجل تغطيه المصاريف اليوميه ديال الابناء ديالنا والغلاء في المعيشه اللي ضربات الاطناب ديالها منذ عشرات منذ سنوات، لا زياده في اجور لا ترقيه. الى يومنا هذا عدد الاخوان كينتظروا الترقيه ديال 52 درهم مازال ما توصلوا بها الى يومنا هذا، ما قبل الكورونا ما قبل الكورونا. كيدير حارس عام، كاين اللي كيدير الاقتصاد، كاين اللي شد قيم على المكتبه ورجعوا شنو المستوى المستوى المادي والاداري ديال المقيم ديال المكتبه في النظام العسكري 2003 كيتوظف السلم العاشر وكيخرج بلوريشيل. هادو مساكن وطنيين كيشتغلوا بعده مهامات وما كيقولوش لا، كل شيء من اجل مصلحه الوطن ديالنا ومصلحه الناشئه. ونؤمن بالمهام اللي كنقوموا، ولكن كنطلبوا الانصاف، ما كنطلبوش شي حاجه اللي فوق الانصاف، كنطلبوا الانصاف في عزره اللي كتضمن الكرامه ديالنا المتمثله في السلم التاسع بعثر رجعي من 1/1/2016 مع احتساب السنوات المقرصنه. كيف يعقل الموظف عنده 7 سنوات ما تترسم على 14 سنه وما تحسبتلوش؟ علاش؟ بحكم ان في عاد اخرين تدمجوا في سنه اللي الله يسهل عليهم الله يعاونهم، ولكن حنا كنطلبوا الانصاف. وتحيه لله حياكم الله. اليوم جينا نحضروا لهذه الوقفه هذه اللي نظمت التنسيقيه الوطنيه للمساعدين التربويين في اطار النضال على الملك ديالنا اللي صايبوا اللي قيسوا بزاف ديال الحيف. حنا الفئه اللي اكثر هشاشه في المنظومه ديال التعليم، اياه عاد دمجونا، ولكن للاسف الشديد الشكل ديال الادماج كان فيه بزاف ديال الحيف، لا من حيث ما هو اداري ولا من حيث ما هو مادي، وهادشي راه تيحز في النفس، خاصه ان هذه الفئه هذه التفاني ديالها في العمل داخل المؤسسات التعليميه والقيمه والجوده ديال العمل اللي تتدير داخل المؤسسات التعليميه شي حاجه اللي ما سهلاش. وللاسف الشديد الوزاره ما بغاتش تعترف لا بالقيمه ديالهم داخل المؤسسه ولا بالعمل ديالهم الجدي والتفاني في العمل، وهادشي تيأثر جدا سلبا على النفسيه ديال هاد الناس هادو. وعليه تنتمناو انه يتاخذ بعين الاعتبار لا 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 الوضعيه المزريه فاش يعيشوا هاد الخوت لا ماديا ولا معنويا، ويحاولوا انهم ياخذوا الملف ديالنا بشكل جدي، علاش انهم 2016 وهذا الملف تيتسارى في الرفوف ودائما تيتداروا له حلول ترقيعيه، دائما حلول ترقيعيه اللي فيها غير تغيير الاسم بلا وضعيه اداريه وبلا ماديه. وعليه تنتمناو هاد الخطره هادي تاخذ هاد الملف هذا بشكل جدي اكثر، ويحاولوا يشوفوا يراعيوا مع هاد الفئه هادي. خلق الدرجه 4 و5 هذه مساله غريبه جدا، ان وزاره التربيه الوطنيه عمر في التاريخ ما كان عندها الدرجه 4 و5 وتخلق على هذه الفئه هذه. وهنا تنحسوا بشويه ديال الحيف، تعويضات تكميليه باش تعطي تعويضات تكميليه للناس ديال ذاك القدر المالي اللي تدار، راه مهزله واهانه في حق هاد الموظفين هادو. كنت نفضل انا شخصيا ديك التعويضات التكميليه غير بالشكل باش تعطاس كان ما تعطاش كاع وتكون احسن،
ولا الاهانه اللي تدارتنا في القيمه الماليه اللي تعطات في هذه المساله هذه، تحديد المهام اللي خلاوها مفتوحه بواحد الشكل ما شنقول تعسفي، خلاو السلطه في الرئيس المباشر ديالك يعطيك اللي بغا ويمارس عليك السلطه كيبغى، وهذا الشيء كله تيخلي انا النفسيه ديال المساعد التربوي في اداء المهام ديالو تيكون شويه متاثر جدا وسلبا. وتنتمناو ان السيد الوزير هذه فئه زعما تنقول في حق الله ما خصناش كاع حنا نجيو نريكلاميو هنا، هذه فئه غير في الشوفه ديال المندا ديالهم خصهم يهزوا ذاك الميف ويراعيوا ما هو الاجتماعي في الحاله ديال هاد الناس هادو. وصالير ديال 3500 درهم حنا عطاو السيد الوزير واش حنا كيفاش نبارتيو. 3500 درهم والناس كان اللي عنده سبع اولاد، سبعه ديال الدراري السيد الوزير، وسبعه الدراري ب 3500 درهم، وبنادم ديابيتيك وكان اللي فيه الطونسيون وكان اللي فيه تمر الكحله صح، و 3500 اش يدير بها حتى الكرده وما تشريهالوش الا بغا يدير شي فرحه كحله. وهو الشراء والله عادم الى مزري، ونبقاو نشوفوا شي فئات اخرين تيهضروا معاه تعويضات بشي شكل، وما تبغيش نقولوا هذه المساله هذه غير حنا تنتسالوا علاش المساعد التربوي بالتحديد يهمل في ملفاته، هذا هو اللي بغينا نفهموا حنا، علاش ملفات اخرى تتاخذ بجديه ويعطيوها اهتمام وديال المساعد التربوي دائما تيدوز بشكل جانبي. كتخدموا بزاف اكثر من القياس، داك الشيء تنديروا حنا بالتريبل، إذا كان الحارس العام ولا المدير ولا المقتصد ولا الملحق التربوي تيدير حنا تنديروا مضاعف ومتريبلي، ونديروا كلش، نديروا مهام مقتصد، نديروا مهام حارس عام، مهام حتى المدير، الكتابه ومنخلي عليك النظافه والمسائل الاخرى هذيك كاع ما نهضروا عليها، وهذا الشيء كله تيديروا الخوت بواحد التفاني بشي شكل، والوزاره ما تردلهمش حتى الاعتبار، راه هادشي راه يحزوا في النفس، يحزوا في النفس جدا. وحياكم الله وتشكرك على الحضور.